ماريانا اتش دي. دعاء يهلك من ظلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أن نبدأ، أتمنى منكم جميعا أن تعطروا تعليقاتكم في الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكرمونا بتعليق ولايك ومشاركة الفيديو ليس أمرا، كرما منكم. فهيا معا جميعا نقرأ الدعاء. يا رب، أغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا إليك. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. اللهم إني ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نيتنا، وتحيط بضمائرنا. علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منا. وإني لأعلم يا رب أن لك يوما تنتقم فيه من الظالم للمظلوم، وأتيقن أن لك وقتا تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب، لأنك لا يسبقك معاند، ولا يخرج من قبضتك أحد، ولا تخاف فوت فائت، ولكن ضعفي لا يبلغ بي الصبر على أناتك وانتظار حلمك. فقدرتك يا رب فوق كل قدرة، وسلطانك غالب على كل سلطان، وما عاد كل أحد إليك وإن أمهلته، ورجوع كل ظالم إليك وإن أنظرته. اللهم إنك أريتني قوة وجبروت هذا الظالم في ضعفي، أرني قوتك فيه يا رب العالمين، عاجلا غير آجل. اللهم عامله بعدلك لا برحمتك. اللهم إنك تعلم وحدك كم من الظلم وقع علي يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. وإن كان أكثر من شخص تقول اللهم إنك أريتني قوة وجبروت هؤلاء الظالمين في ضعفي، أرني قوتك فيهم يا رب العالمين، أرني قوتك فيهم يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم استجب لكل من دعا بهذا الدعاء. وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، ودعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو. وبكم نكبر، وإلى لقاء بفيديو آخر جديد، مع تحيات أختكم مريانا.